وأظهر جواه أربع أواني للتحنيط، الأمعاء، المعدة، الكبد، الرئتين، أثناء التحنيط بيشيلوها وبيدخلوها جوه صندوق. الحيوان ده اسمه أنوبيس. أنوبيس هو ابن آوى، حاجة شبه الكلب أو الثعلب، كان عايش وقتهم بينبش المقابر. بيتميز بحاجة واحدة بس، لو في حد من نفس الفصيلة داخل المكان التاني بيخاف يخش نفس المكان، يعني بيخاف من بعض. فالملك المصري عشان كده حط هيئة تمثال على أمل، لو في حيوان دخل يفتكر ده حقيقي بيخاف منه. المراكب دي اسمها مراكب الشمس، الملك تخيل ده ممكن يحولها مراكب حقيقية في العالم الآخر. حضرتك عندكم أي سؤال؟ اتفضل ناخد من المقبرة.